اهلا، اليوم غنشارك معك اكبر غلط كديره في القرايه وما كتعيقش به. اليوم انا هضر على واحد البلان اللي بغيت ننبهك ليه. تابونا وتلاقاو. مرحبا بك في الاعلان ديال كورس الاجتماعيات. الى عندك السيزيام ولا باك علمي او لا باك حر علمي، عندك باك ليبر علمي سيونتيفيك، التحق بهذا الكورس ديال الاجتماعيات اللي غيخلي عندك الماده متكامله وتفهمها بسهولة. الكثير من الناس خدم معهم هذا الكورس وسهل عليهم المادة بامتياز. ثمن ديال الكورس وطريقة الدفع تواصل مع هذا الرقم على الواتساب يعطيك معلومات، او لا ادخل من الرابط اللي كاين لتحت وتواصل مع المكلف. اكبر غلط كديرو، او لا يعني باش نهضر معك فكريا، اكبر غلط فكري كاين عندك هو انك واخد الحرية بطريقة غلطة. فاش مثلا ما كتبداش شي خدمه ولا شي قرايه تقول انا حر، انا بغيت نبقى حر، ما بغيتش شي قرايه اللي تقول لي اجي قراني. ولا حنا متفقين ان الحريه شي حاجه زوينه، ولكن ماشي الحريه العشوائيه. خاص تكون حريه ديال الاختيارات، خاصك تكون حر وانت كتختار شنو تخدم وتختار الوقت اللي بغيتي تخدم فيه. بطريقه اخرى، خاصك تقيد راسك واحد شويه، خاصك دير لراسك القيود. يعني كل نهار دير لراسك اختيارات اللي بغيتي ديرهم في ذاك النهار. هكا كتكون حر بطريقة منظمة، كتمارس الحرية بطريقة منظمة ماشي بطريقة عشوائية. اما انك ما كتقيدش راسك بشي حوايج خاصك ديرهم في نهارك باش يدوز زوين وتحس به انك خدمتي بكل حرية، فهاد الحاجة هي اللي كتخليك ما تجيبش مزيان بزاف وكتعكزك على بزاف ديال الحوايج. هذا مكان